من حيث لم يدري أن السم في الدسم وخشى التسائس بالجوع وغيش العين فربما قصد شر من التخم واستغرق الدمع من عين قد امتلع من المحارم والجمح بيد الندم وخالف النفس والشيطان ولا تطل منهما خصما ولا حجما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نزلت به نزلا لحكمي أمرتك الخير لكن اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزوجت قبل الموت ناغلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم ولم تسن من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم وشد من شراب أحشاه وطار تحت الحجارة كشم مدرم الأدم وراودته الجبال الشم من عن نفسه فأرى أيام الشمم وأكد أزدله هي ضرورته إن الضرورة لا تعذر على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين وسقى الليل والبحر خير من حر نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم لقى النبي بخلق وبخلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم وواقفون لديه عند حاجهم من نقطه العلم او من شكله الحكم وهو الذي تم معناه وصورته أصغباه حبيبا فارغ النسم ملزه عن شريك من محاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم دع ما ادعاك النصارى بنبيهم واحكم بما شئت فادعك به واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شعب وانسب إلى قدره ما شئت من فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغرب عنه ناطق بغم لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين ينادى ليس رمم لم ينتهن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نغتر ولم نهم أعيا الوراقه معناه فليس الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الضرب من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم حتى إذا طلعت في الأفق عما هدى العالمين وأحيا سائر الأمم
أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر بالجهر والبدر بشرار والدهر بالجهم والدهر بالهمم كأنه هو فرد في جلالته في أسفل حين تلقاه وفي عشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد غير منطق منه ومرتسم دعي العقول كلالا عند رؤيته كأنما نظرت للشمس من حمم أبان مولده عن طيب منصوري يطيب مبتدئ منه ومختتم وبات ليوان كسرى وهو منصدر كالشغل أصحاب كسرى غير ملتحم والنار خامدة الأنفاس من أساس عليه والنار سهل ضر من سجن وساء ساء وتناردت محيرتها ورد والدها بالغيظ حين ظم كأن بالنار ما بالماء والجن ذاته والأنوار سابعة والحق يظهر من معنى ومن كلم حر وصخر فإعلام البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوى مكاهنهم بأن دينهم المعوجل لم يقم وبعدما حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إذر منهزم فأنهم أرانا أبطال أبواز أو عسلين بالحصى من راح زيهم نبذن به بعد تسبيح بباطل نبذن مسبح بالأحشاء ملتقم تأدري دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديل الخط باللقم جل الرمامة أن سارت شائرة تكي حر وقس بالهجير حمي أقسمت بالقمر المشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الأرض من خير فمن كرم فكل طار من الكفار عنه عم نصرت في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من علم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحوم بغاية الله أغنت عن مطاعفة من الدروع وعن عالم من القطم فسمى الابتر طيبا فاستجابت به إلا وليت جبارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدهرين من يدي إلا استلمت الندى من خير مسلم لا تنكروا الوحي من رؤيا وذاك حين خلوع من نبوته فليس ينكر فيه حال مرتلم فبارك الله ما وحيا بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كما برأت وصبا باللمس راحته وأطلقت حاربا برضة الأمم وأحيت السنة شباب بعارض جاد أو خلق البضاعة بها سيف من اليم أو سيل من العالم لما شكت وقع البقاء
تجلو خيالها مثل البهار على خمسين والعالم وخرق النفس داء القحط وانبالت إلى المكارم نفس النكس والبارم إذا تتبعت آيات النبي فقد قد حق منفاخم من هذه منفاخم كل المحارم شهوت بمجال ولا تقل لما قلت شيئا فما يقال بفضل الله سابقا من لولا الإناية كان الأمر به على حد السواء فذو نطف القديم كمين دعني ووصف الأهل دمعه ظهر ظهورنا للقفى ليلا على عالمين والدور يزداد حسنا وهو منتظما وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المدينة فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من البحر بعدة قديمة صلة الأوصف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تنذرنا عن المعاد وعن عاد وعن كرم ثبت ذلك فقام كل معجزة من النبي إذا إن جاءت ولم تدم محكمة من شبه لذي شقاق ولا تبغين من حكم فحرب القصر إلا على من حرم على الأعادي إليها ملقيا سلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيورية الجامع للحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسهم قضت بها عين قارئة فقلت له لقد ظلمت في حبل الله فاعتصم إن تتلوها آخرة من حر نار الله تحرد ومن مدها الشمم كأنها الحوض كم يرض الوجوه به وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الرهيم لا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الرهيم قد تنكر العين ضوء الشمس وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق متون العيوب الرسم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمتمم سريت من حرم الليل إلى حرم كما سرى البدر في دهر من الظلم فبك تلقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي فأنت تحترق السرعة طراقا بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوى لمستبق من الدنو ولا مخل مسلم وفضت كل مقام بالإضافة إن نديت بالرب مثل المفرد العالم كما تفوز بوصل أي المستتر عن العيون وسر أي المكتتم فحزت كل مقام غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولد من وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم لما دعا الله دعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم
Amen.
خلق المال من حلول سواك عند حلول الحديث العام. يا أكرم الخلق المال من حلول به سواك عند حلول الحديث العام. إن الكبائر بالغفران كلم من تعلى رحمة رب حين يقسم وتأتي على حسب الحسبان ذي القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك والحساب غير منخرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك والحساب غير منخرم. وقم بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأوال ينهزم. وقم بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأوال ينهزم. ولم يصلح لصلاة منك دائمة على النبي بمحل ومنسجم. ولم يصلح لصلاة منك دائمة على النبي وآل وصحب ثم التابعين لهم قد التقى والنقى والعلم والكرم. والآل وصحب ثم التابعين لهم قد التقى والنقى والعلم والكرم. ما رنحت على فات البان للحصب وأطرف العزاد العز بالنعم. ثم الصلاة على المختار سيدنا هو الشفيع غدا في سائر الأمم. ثم الصلاة على المختار سيدنا هو الشفيع غدا في سائر الأمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذو الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق كلهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
سيدنا
الحمد لله وشكر له تمام المديح أيها النبي.
محمد قد استحق مجد ربيع الخدر محمد نور الهدى محمد سم الحدى محمد بحر الندى وهو الزكي الأنصري محمد للمعجزات الواضحات البينات الساطعات القاطعات رغما لألف على عدالة القصة
جد بالعمل والأمر جد لال فاقتادي وضرع الكسل واحتازمي وشمري فقد أتى وقت الرحيل وليس للبقى سبيل واللوم لا يشفي العجل عند الصفات فاعذري عليكم بآيات
تقبل لي ما أريد.